اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم، مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. محروس يا فندي ربنا يخليني لك، محروس يا فندي ربنا يخليني لك. على شمس بكرة اصحى يا نايم، وحد الدايم، بطبلة الليلة بطبطب على حالنا وأحوالنا. اسمي عبد العزيز محمود عبد الرازق، السن 57 سنة. الشغلة ديت أنا واخدها وراثة من 36 سنة، كان جدي خدتها من بعد جدي الله يرحمه، ماشي. وعندك الطبلة ديت أنا اللي بعملها على إيديا، طبعا دي سلطانية صيني، ماشي، وده جلد أرنب يا جلد معيز، أنا بجيبه وصنعه على إيدي، بروح مغريها، بعد ما غريها اروح حاططها على السلطانيه واشدها بالدبار زي ما انت شايفه كده، اشدها بالدبار، اروح سايبها يومين لحد ما تنشف، بعد ما تنشف بتقول معايا. طبعا ايه، غويت الشغلانه بقالي 36 سنه ماشي فيها، انا ماسك من اول شارع العاصر لحد بكوس باكملها لحد اسم رمل اول، ورا الاسم كلها تبعي، دي منطقتي كلها. لا رمضان السنه دي اتغير عن كل سنه، الخير قل خدت بالك، وكل حاجه قلت السنه دي غير عن كل سنه. يعني من 10 سنين فاتوا كان في رمضان وكان في خير، كل سنه بتغير عن سنه، كل سنه بتقل عن سنه، كل سنه بتقل عن سنه.